ازيكم عاملين ايه؟ ويلكم تو ماي يوتيوب شانل. لو انتوا اول مره تشوفوني ويلكم باك. لو انتوا اوريدي عاملين سبسكرايب، ده فيديو جديد من ساندي بوك داي. ام جلاد ذات ايم باك. كان بقالي فتره متوقفه بسبب شويه حاجات كنت ذكرتها في فيديو كنت لسه بصوره من شويه، اللي هو مشترياتي لشهر نوفمبر، الكتب اللي انا اشتريتها لشهر نوفمبر. هسيب لكم ثاب نيل واللينك في الكابشن لو انتوا عايزين تتفرجوا عليه. وحرفيا انا بس غيرت الطرح عشان احس ان هو ايه فيديو جديد. فايلا نبتدي. عامله بول على انستجرام ما بين كتابين قال عنهم ريفيو ساندي بوك داي اللي هو الريفيو ده، وكانوا هولدنج اوف ذا يونيفرس وذا مونك هو سولد هيز فيراري. فالناس اللي عملت فوت ذا مونك هو سولد هيز فيراري فانتوا صح. ريفيو النهارده فعلا عنه ذا مونك هو سولد هيز فيراري لروبن اس شارما، كاتب A fable about fulfilling your dreams and reaching your destiny. اول حاجه ما قريت للكتاب ده 7 out of 10 وهقول لكم. اول حاجه الكتاب ده بجد هو كتاب انترستنج جدا ان انتوا تقراوه، وهو عامل زي ملخص لكتب كتير قريتها في علم النفس والكتب اللي تديك موتيفيشن وكده في الحياه، عارفين ذا كايند اوف بوكس. هو الكتاب ده ملخص كل حاجه، فانتوا لو اوريدي بتقراوا في علم النفس والسايكولوجي والموتيفيشنال بوكس وكده، فالكتاب ده بالنسبه لكم هيبقى كتاب دل ممل ما فيهوش اي كلام جديد كده. بس لو انتوا عمركم ما قراتوا كتب وعايزين تبتدوا تقروا حاجات في اللون ده، فالكتاب ده بيرفكت تشويس بالنسبه لكم. الكتاب بيسيكلي بيحكي عن محامي، تمام؟ المحامي ده هو كان شاطر جدا في شغله، ويعني حد كده خطير يعني، وعنده فلوس كتير قوي مش عارفه ايه، واهمل في نفسه جدا بسبب ان هو بيشتغل بس وفوكس كل حياته عن الشغل. نفسيته بقت مش كويسه، علاقته مع عائلته مش كويسه. وفي مره وهو بيترفع قدام المحكمه جاله جلطه وقع طب ساكت. people thought ان هو it's done، الناس افتكرت ان هو مات او انه مش هيعرف يقوم تاني منها. مهم كان محظوظ شويه وتعافى من الجلطه دي، وبعد ما هو تعافى منها وبص على حياته لانه انا ازاي حياتي كده، ازاي فقدت الشغف في كل حاجه، وازاي حياتي اتدمرت بالشكل ده، وازاي ما بقتش بعمل اي حاجه بحبها، وايه اللي وصلني علشان يجي لي الجلطه دي، واسئله كتير. فقرر انه يروح لرحله علاجيه او زي فاكيشن يريح دماغه ويفصل فيها ويشوف هيعمل ايه في الشابتر الجاي من حياته في الهند. فراح الهند وقابل مونكس اللي هم الكهنه واللي بيتعبدوا في المعابد والكده، وبدأ معاهم رحلة استكشافية روحية بيبني فيها من خلالها شابتر جديد في حياته. والمونكس دول بقى خلال الكتاب بدأ ان هما يقولوا له ايه والحياة، سر السعادة، ازاي تبقى كويس، يعني تفاصيل دي. دول let me mention ان هو قبل ما يجيله الجلطة وكده كان عليه ديون كتير قوي، فهو باع الفراري بتاعته. ومن هنا جت فكرة اسم الكتاب The Monk Who Sold His Ferrari، لانه بعد ما خلص الرحلة الروحية الاستكشافية دارت حياته في الهند، رجع لصاحبه، وطبعا بقى رجع يعني شخص تاني خالص، رجع اصغر، عمل بقى فورمه وكده، رجع مش بهزر صحته احسن لانه قبل الجلطه كان وشه مدي اكبر من سنه بكتير من التعب والارهاق وبلا بلا بلا. فطبعا لما هو عمل الترانسفورميشن ده شكله كمان اتغير ورجع اصغر، فاصحابه بداوا يسالوه ان هو انت رحت الهند ايه حصل؟ ايه ازاي غيرت حياتك كده بتاع؟ وبدا ان هو يقول لهم في دايلوج ما بينه وما بين واحد صاحبه كل الاسرار اللي المونك ده قالها له. بس بيسكلي هو ده كتاب The Monk Who Sold His Ferrari. كتاب لذيذ جدا وكتاب خفيف مش كتير خالص، حوالي 197 صفحه او يقولوا 200 صفحه. قريته بالظبط في حوالي يومين، فجد كتاب لذيذ قوي، والانجليش بتاعه سهل، الانجليش مش صعب خالص انتوا تقراوه. بس زي ما قلت لكم لو انتوا اوريدي بتقراوا في اللون ده الكتاب ده بالنسبه لكم هيبقى ممل، لان انا حرفيا كنت انا اوريدي عارفه الكلام ده، انا قريته في كتب تانية. بس لو انتوا عمركم ما قراتوا اي كتاب فالكتاب ده فيري انترستينج وانا برشحه ليكم بشده. وبس احنا كده وصلنا لاخر الفيديو، اتمنى يكون عجبكم. عجبكم قولوا لي في الكومنتس، وبما اننا على اليوتيوب اعملوا لي سبسكرايب.